صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ النهاردة هنراجع مع بعض عن درس اخدناه قبل كده. اول حاجة هنتكلم عنها الالوان الاساسية. فاكرين لما قلنا مع بعض ان احنا عندنا 3 الوان اساسية؟ يلا مين يقول معايا؟ الاحمر والازرق والاصفر. قلنا الالوان الاساسية دي ممكن من خلالها ندمجهم مع بعض ونطلع الوان احلى. تعالوا نشوف مع بعض لما ندمج الألوان دي هيطلع لنا ألوان ايه. دلوقتي يا كيجي لو دمجنا مع بعض اللون الأحمر والأصفر، فاكرين قلنا هيطلع لنا ايه؟ قلنا اللون البرتقاني. برافو. طيب لو حبينا نحط الأزرق والأحمر هيطلع لنا لون ايه؟ برافو، البنفسجي. بعدين تالت حاجة لو حطينا الأصفر والأزرق مع بعض هيطلع ايه؟ الأخضر. برافو يا كيجي. حاجة يا كيجي هنتكلم عليها مع بعض النهاردة هي الوظائف. فاكرين مع بعض قلنا انه كل واحد بيبقى عنده وظيفة. اول وظيفة قلناها مع بعض كانت مين؟ كانت الطبيب، وقلنا كانت الادوات بتاعته السماعة. وبعد كده اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا عن العالم، وقلنا انه هو بيخترع وبيعمل حاجات ايه؟ جديدة. وقلنا من أدواته إيه؟ المخبار. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقية الوظائف بتاعتنا. بعد كده يا كيجي عندنا النجار، وقلنا النجار هو اللي بيبقى شغله ما بيبقى ماسك المنشار والخشب وبيصلح لنا الحاجات اللي بتبقى بايظة عندنا. بعد كده عندنا الطباخ، واللي قلنا بيبقى بيعمل الأكل، وقلنا من أدواته إيه؟ الفرادة. اخر حاجة عندنا يا كيجي هنتكلم عنها وهو ايه؟ المزارع، اللي بيزرع لنا الاشجار.